بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بتاريخ إن شاء الله رب العالمين. النهاردة في الأمك يا جماعة، الصلاة لحضرة النبي، الصلاة على سيدنا النبي. النهاردة يا جماعة 5 مارس في الأيام 2022، حبايبنا الحلوين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، بحييكم تحية طيبة من داخل مزرعة المعلم حسن أبو الحج والمعلم حمادة أبو الحج المنوفية، وسنا قرية عرب أبو ذكري. مس كمان حسام بإذنك. مبدئيا يا جماعة كده بالصلاة لحضرة النبي، إحنا معانا إن شاء الله 35 ذكر، معانا 35 ذكر، دول من ضمنهم 10 وفي 25 أفرجكم عليهم. ومعانا 30 نتاية. الـ 35 ذكر فوق دول، 35 ذكر دول يا معلم. أقل أعمار معانا تبدأ 90 يوم. الـ 10 دول أقل أعمار فيهم 90 يوم. وأكبر حاجة فيهم يعني لسه ما وصلش 4 شهور، إحنا مش هنقول 4 شهور يعني لسه ما جابش 4 شهور. من 100 ل 110 يوم، من 100 ل 110 يوم بمارد الله ورسوله. ودي بقى كلها قديمه وبتاكل وتشرب، وبقى كلها مثلا اخد كفته حصينه. حالك سليم؟ تعالى كده هنا. تعالى عم حسام كده. بسم الله ما شاء الله. حالك سليم؟ بص كده الباقي كلها بسم الله ما شاء الله. مفيش يوم عيد مدانهم، مفيش يوم عيد مؤاخذه. مرسيم يا جماعه اهوت علف هي. لا بص بقى كلها اخد كفته حصينه وبقى كلها سليمه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك ويحمي المال اصحابه. معانا اول حاجه يا باشا، بص كده عيد المونبليار اهو. افرجني عليهم يا باشا كده واحد واحد اهو. ده عيد دخل مونبليار تمام؟ ده عيد سمنتال، خليط سمنتال. عيد خليط مونبليار. بسم الله ما شاء الله. ده عيد خليط براون. ايوه بعمل كده طلع من احضر ماشي. ده عيد خلاص من بسم الله ما شاء الله. ده عيد ايه؟ هولشتاين تخين. عيد عرض، عيد عرض خلاص. عيد عمره 4 شهور، عيد غليظ غرس قديم. الله اكبر عليك. تمام لسه معلم كده. ده عيد ايه؟ خليط ايه؟ مونبليار. وده خليط سمنتال برضه تمام. تفاح والله بابا. انا بقى معلم كده الا معايا اصغر اثنين في العرض هنا. بص اللي هو الهولشتاين ده 90 يوم، وده عمره 95 يوم او 100 يوم. ده دين ده. احنا بقى صلى على النبي وعلى السلام. صلى الله عليه وسلم. عشان ما نطولش على المشاهد، لسه معانا نوتي ومعانا كره ومش عايزين ايه نطلع المشاهد كتير. شفت العشره كلهم كده انت يا باشا؟ تمام يا باشا. عشان برضه اللي جاي يبقى عارف حاجته، واللي جاي عارف حاجته. يعني العرض كله فيه ثلاثه مونبليار، فيه اربع بطوله مونبليار، اربع بطوله مونبليار، واثنين سم او ثلاثه سيمنتال تمام، ثلاثه هولشتاين تمام، واحد براون واثنين هولشتاين تمام. ما شاء الله تشكيله عسل. بالصلاه على سيدنا النبي يا باشا، ربنا يبارك لك. صلى على حضرتك. احنا مش هنقول بقى ده ب 11 ونص ولا ب 12 ولا ب 11 زي الاسعار اللي احنا بنسمعها، لان يا جماعه سعر العجل الذكر اللي بنا النهارده في السوق ب 9000 و 10000 العجل اللي بيرضع لسه. بس عند حسن ابو الحاج هنا ان شاء الله السوق رخيص، عند اخوكم ابو عمر ابو الحاج السوق ان شاء الله رخيص وبدون طلعيه. بدون طلعيه ان شاء الله. الصلاه على ال 10 دول ان شاء الله رب العالمين. هنعمل عرض النهارده معلم حسام لمشاهد سوق بلدنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى جميع القنوات. عامل لهم عرض ان شاء الله النهارده، يعني السعر ان شاء الله الله يا جماعه مش هتصدقوه. السعر ال 10 دول مبدئيا كام علي حسام؟ المكان ان شاء الله المنوفيه بوسط كانت عرب ابو ذكري، اللي جاي من بلد 4 كيلو. بص يا باشا كده، اللي جاي من بلد 4 كيلو، اللي جاي من بلد 4 كيلو عرب ابو ذكري، اللي جاي من وسنا 3 كيلو عرب ابو ذكري. الحاج حسن ابو الحاج. ارقام التليفونات برضه الناس تدس على ارقام التليفونات 010 22 84 72 46 010 22 53 78 46. ال 10 دول ان شاء الله مش هنقول لك سعر عيدهم 11000 ولا حتى 10 ونص ولا حتى 10000 قسما بالله. البيان دي ان شاء الله رب العالمين عاملين معانا عرض النهارده وتحطيم اسعار 98500. كام يا باشا؟ 98500. يعني يا باشا الحمد لله رب العالمين كسبان والله. يعني العجل كده واقف عليك 9850 ولا ياخدهم؟ بس هل كلهم زي بعض يا عمر؟ هيدي رجاله المزرعه اللي ياخدهم، هيدي رجاله المزرعه 500 وده سعر نهائي. 98000 ونص اللي ياخدهم، هيدي الرجاله دي اللي تعبانين دول 500. طب واللي عايز عجل فيهم يا ابو عمر؟ اللي عايز والله العظيم قسما بالله نص عجل فيهم ياخد. يا جماعه اللي عايز نص عيد يا ابو عمر بقول لك لو هشاركك عليه. عايز اي حاجه انا رقبته ما يهمكش. الصراحه فيهم بهايم يا جماعه بسم الله ما شاء الله، يعني الكاميرا مش جايباها، هم على الطبيعه احسن من كده بكتير بصراحه. خليك بقى معلم كده هنا. بص يا باشا ال 10 كلها كام؟ ال 10 كلها كام؟ ما تقولش على المشاهد. 10 كلهم بهايم بسم الله ما شاء الله، بهايم كلها صاحيه. العيد عامل زي الفرخه الله اكبر. تمام؟ اهو يا ابو عمر تعالى كده. يا باشا سيب على الله خلاص. الله يبارك، ربنا يبارك ويسامح النصيب. اقسم بالله يا ابو عمر دي في اي مكان يا باشا سلمها لله. اقول يا رب والله بقى صل على النبي. الناس هي اللي بتحكم علينا بالتعليق. دول ذكور يا جماعه كمان مش نوتي، خلي بالكم. ال 10 كلك ذكور ما فيش يوم نتايه تمام. نخش بقى العرض اللي بعده يا باشا، رقم 2. رقم 2 يا جماعه معانا الكوره هنا، عشان ما تقولش حسام بس على المشاهد بالله عليك. التليفون نفسه معانا شحن تمام، والجو مضلم برضه. يا شباب بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك يا اصحابه. ما
مبدئيا كده معانا الدكور انا اقل عجنه اقل عجنه 5 شهور اقل عجنه 5 شهور تمام. بام كلها سجاو بام بسم الله ما شاء الله شالهاش فاتحه بام شلشول واسع البراون براون هولشتاين هولشتاين المنبليار بسم الله ما شاء الله تبارك الله تشكيله زي العسل تشكيله رائعه ايه او عباره عن 25 ايه دماغ قول يلا الشاي صلى الله حضرتنا معلم معايا اسعارنا تبدا واحد الله خش على واحد الله صلى الله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز 7 شهور ده بص كده يا باشا العجه زي ده كانت تخين ده صلى على النبي ده السعر بتاعه 13000 سعر نهائي مفيش في كلام 13000 العجه بسم الله ما شاء الله ميزان احسن من 140 كيلو عشان تبقى عارف تخين ده والعمر بتاعه 7 شهور معاك حاجه زي كده ان شاء الله البراون ده عامل من 11800 تمام من 11800 معاك حاجه زي كده ده عامل ان شاء الله رب العالمين من 10800 معاك حاجه زي كده ده عامل ده عمره 7 شهور ده كبير العجه الخشن ده اه العجه الخشن ده احنا مش هنقول له 14000 ولا حتى 13000 ونص العجه ده ان شاء الله انا العرض النهارده 12800 12800 تمام ماشي معايا دخله زي ده ب 10150 يعني بام ازاي بقى اه معايا عجل البراون ده بص البراون ده براون بيور اصلي اصلي الجلد الناعم بسم الله ما شاء الله تبارك الله اكتر عليك ميزان احسن من 130 كيلو العجل ده سؤال يا ابو عمر واحسن من 5 شهور وتمن مش عايزين نطول على حسام صل على النبي انا اسال برضه على حاجه يعني بيم زي دي كده لو واحد خده نطفه المزرعه مثلا يسيبه في مزرعه ايوه باشا يجيب له ستايل حلو ينفع يعني اه العده ده ثمنه ان شاء الله 12750 تمام يعني الاسعار كده يا باشا اه 12750 معانا يا باشا معانا يا باشا تريد بس انا احسن اسمك على طول معانا التخين ده ده 11700 تمام معانا عده زي ده ب 10800 اهو تعالى كده هنا اهو العده بص كده يا باشا العده برضه ب 10800 الصلاة على النبي معانا برضو حاجة زي كده ده إن شاء الله عملنا عرض النهاردة 11850 الصلاة على النبي ده عدة التخين ده ب 12 ده المال الطيب يا جماعة اهوت يا جماعة 12200 ده مال طيب ده 12450 العجل ده الغالب ده 6 شهور تمام قول يا باشا كام ده 12450 12450 12450 في حياتي نفسي معانا ذكر من بليار اهوت عامل العرض النهارده برضه ايه ميزان احسن من 130 كيلو عمره ايه 6 شهور الذكر ده ان شاء الله عامل على العرض يا معلم 12450 تعالى بقى ورايا كده عشان ايه ما نتوهش الايه معانا برضه اصغر واحد هنا اللي هو ده 10800 قول عليه معانا برضه في واحد هنا معلم فيه قريب شويه برضه هو اللي عاوز ورده تحت امره احنا عامل على العرض النهارده ان شاء الله بص كده يا باشا ب 9900 كام ب 9900 كسبان يا ابو عمر 9900 وده سعر نهائي واللي هياخده العد ده بالذات اخر عد انا عرضته يا جماعه عشان تبقوا عارفينه في الكوره هيبدا عمر منه 100 هيدفع عمر منه 100 يعني السعر ده السعر ده مننا لمشات سوق بلدنا تمام يا ريس تعالى ورايا كده بقى تعال ابو عمر انا في واحد يعني بعد اذنك يا باشا بس عشان نقطه الدربات نقول العجل تخين ده صح؟ اه في عجل انا عاجبني جدا تخين ده يا باشا عامل تعالى كده الصلاة على النبي ده ب 11400 ب 11400 جنيه الصلاة على النبي واقسم بالله السعر ده مني لو مش هتسوق بلدنا الصلاة على النبي تعالى ورايا بقى كده الصلاة على النبي تعالى بس كده الصلاة على النبي الله اكبر الصلاة على النبي يا عمر الصلاة على النبي تعالى معانا دخل يا شباب يلا المهم ده يا شباب دخل 10 ده الشباب تعالى حس كوره تعالى كده تعالى مش كده تعالى معلم كده بص يا باشا معايا اول فاس منتال في العرض عصر اول مره سعر العده قرعه صافي تمام دي عده مقرعه تمام اربع حلاوات من تحت وشلشول اربع حلاوات من تحت وشلشول لاول مره وحصر ب 8050 جنيه كم 8050 8050 جنيه 8050 جنيه و50 جنيه تمام واخد ال 50 قبل ال 8000 اخد ال 50 قبل ال 8000 انا رئيس معايا برضو معايا استنى زي كده بص عادي بقى تفاحه 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 دي تفاحه بقى عمر بقى حتى رسول الله شوف شوف البيزك اشرب شنو من تحت بسم الله ما شاء الله اه دي تفاحه كله صلى الحبيب النبي يا جماعه ومعانا انت برضو ما تنساش السمنتال دي مش كده يا ابو عمر العفريت ايوه شوف بقى شوف الكاميرا شوف الشاشه شو كان لا بسم الله ما شاء الله الله اكبر ورور رايك يا معلم لا ده دي رخه دي يا ابو عمر عارف والله عارف مصدرها انا عارف مصدرها كويس صل على النبي عارف المصدر بفضل ربنا فتحه ونظام وشرش الله اكبر واحد لا باشا لا اله الا الله لا ان شاء الله انا على النهارده عرض 11800
كام يا باشا؟ 11800. السلام عليكم يا ابو عمر. تمام؟ الله يقدر عليك. معانا المنبلير دي. هات المنبلير دي. بص كده يا باشا 12200 12200 اللي عدة دي عمرها 8 شهور. تمام تمام؟ معايا برضه عدة منبلير صغيرة اهي. سعرها 7700 جنيه. كام؟ 7700 جنيه. صلى على النبي عليك يا ابو عمر. معايا عده ب 7700 جنيه. الله اكبر عليك. تمام؟ معايا عده هولشتاين الماني بيور اصلي. تعالى يا معلم. بسم الله ما شاء الله. يا جماعه في حياتي انا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معايا عده عمر معايا بص كده معايا ثلاثه ابو عمر ابو عمر في بام هنا بيور. اهم هي ثلاثه اصلي. تمام. بيور ده ماشي الاصلي ايه؟ عمر يوم ب 10000 معروف واحسب كل يوم ب 50 دي عمرها 100 يوم النهارده. معانا يا جماعه يوم بالظبط عجله هولشتاين الماني اصليه واللي انت عايزه كله بيور اصليه. تمام تفرجني على الاثنين التانيين كده يا باشا دي اصليه ما عندك يا باشا العده ديت ب 10000 يوم عمر يوم اليوم وبعد كده اليوم بتاعها ب 50 ده عمرها 100 يوم. تمام تمام يا ريس. لا بس احنا عايزين برضه ابو عمر الناس تاكل عيش يعني مش عايزين نمشي زي شغل المزارع يا باشا. والله ما فيش فيها كلام ده معلش. طب تعالى يا باشا. بص يا باشا معايا البراونيه دي ب 8800 جنيه. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. معايا برضه عجل ايه؟ ب 8400 جنيه. تمام. طب ابو عمر في هنا هولشتاين اهو. في هنا هولشتاين. في عجل هولشتاين امريكي كمان هنا. اطلعها لي كده يا باشا لوحديها كده. هولشتاين امريكي بيور اصلي. ايوه. هولشتاين امريكي بيور اصلي. هولشتاين امريكي بيور امريكي قسما بالله اصليه. امريكي. امريكي يا باشا. مش بنت استيراد اصليه. الصلاة على النبي. انا عارف بس يا باشا عارف مصدرها بس دي طلع دي طلع دي عمرها 100 يوم بالظبط. دي العمر بتاعها 100 يوم. كم؟ 3 شهور و10 ايام بالظبط. دي كلها يا ابو عمر؟ 3 شهور و10 ايام بالظبط. الباقي يا باشا دي بس العجله دي متهملها شويه يا ابو عمر برضه. بتقول ايه يا باشا؟ هي متهملها شويه برضه. لا ولا متهملها ولا اي حاجه بسم الله ما شاء الله. شبعانه يعني وزي لا يا باشا العظم بتاعها واسع الله اكبر. العظم واسع امريكي دي بقى يا ابو عمر على ابوه. بسم الله ما شاء الله. مش غلطه يا باشا مش غلطه يا معلم. دي الحلبات الجامسه يا معايا ان شاء الله باذن الله. سيبها على الله ربنا يبارك في صحه نصيبها. تعالى كده يا معلم. الصلاه على النبي. لا هي ماخد منعت مصر يا ابو عمر ودي مولوده عندنا هنا في مصر. صلى على حضره النبي يا باشا. اللي عايز ننتهي ذكر انا تحت امره. المكان يا جماعه ان شاء الله المنوفيه غوسنا قريه عرب ابو ذكري الحاج حسن ابو الحاج. تليفون 010 22 84 72 46 للتواصل معانا. معانا ان شاء الله باذن الله اكثر من 30 نتايه. اللي انت عايزه موجود. عايز خليط موجود. عايز يعني اسعار من 8000 ونص. عايز اسعار من 9 عاوز اسعار من 10.5 عايز اسعار من 11 موجود. مش كل حاجه زي بعضها يا جماعه. الاسعار مش زي بعضها. ومعانا كمان ان شاء الله رب العالمين معانا كمان ان شاء الله برده هفرجكم على حاجات برده يا جماعه. يعني برده معانا عجلات زي ما انتم شايفين برده كده برده براون اصل معانا موجود. معانا براون بنت استيراد. معانا براون سويسري بنت استيراد. تمام. ومعانا سلالات حلوه. ومعانا برده عجله من بليار برضه دي احجام على اكبر يا جماعه ان شاء الله. معانا عجلات خليط عالي. معانا اللي انتوا عايزينه كله باذن الله عند الحاج حسن ابو الحاج في المنوفيه قريه عرب ابو ذكري. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك ويحمي المال اصحابه. اللي داخل العرض ده يا جماعه اعمل لايك وصل على حضره النبي يا جماعه. عايزين لايك بيعمل معلم حسام الجزء الباب. وصل على حضره براون ودي يا ابو عمر يا ابو عمر يا ابو عمر. معانا براون ومبليار ام كام؟ والله اقسم بالله الحاج حسن علمنا حاجه واحده قال لي هات البيمه الطيبه وجبرك على الله. مكان معلم الجزدون دولت عمده في اي مكان ب 26 و 27000 تمام تمام. دولت عاملين عليهم النهارده عرض ابو عمر حياه بمرض الله ورسوله ب 24000 24000 معاك واحده فيهم. والله والله ابو عمر تسوى 15000 يعني 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 12800 يا عم 13 ولا تعالى بعدهم. اقسم بالله معاك واحده فيهم 15000 يا عم سلم امرك لله. ربنا يبارك فيك. واحده ادالك ب 15000 يا عم سلم امرك لله. ومعانا هنا عجلتين جاموس يا ابو عمر. معانا هنا عجلتين جاموس منوفي. تعالى كده فرجينا كده يا باشا. طولش التليفون نفس الشحن. صل على حضره النبي. لا على الناس برضه هتشتري الجاموس. بسم الله ما شاء الله. العمر بتاعها ده كام يا معلم؟ دي العمر بتاعها يا باشا 9 شهور. 9 شهور والثانيه؟ والثانيه هي ديت 11 شهر يا ابو عمر. دي عده قديمه. تمام. دي 11 شهر. بكام الاثنين يا معلم حسام؟ الاثنين دلوقتي يا ابو عمر عاملين 22750. 22750 يا جماعه؟ 22750 يا ابو عمر. معانا برضه هي تحت اشهار. تعالى معايا عده براون اصل هنا يا ابو عمر. تعالى. تليفون نفس الشحنة يا معلم حسام بقى في عرضك. يلا تليفون نفس الشحنة ما تضلناش الا المشاهد. ربنا يستر عليكم وعلينا يا جماعة. المكان إن شاء الله المنوفية. غوسنا قرية عرب أبو ذكري الحاج حسن أبو الحاج. لا التليفون فصل مني أنا مش مسؤول يا معلم حسام. لا مش هقول لك على 19000 ما تخافش. بكام؟ ما تخافش بس احنا عايزين لايك قبل ما أسمع بص قبل ما أقول لك على سعر الأجهزة دي تدوا له لايك. عمل يا جماعة دوس على الإعجاب. 15000
دوس على الاعجاب يا باشا قدام. والله يا ابو عمر وبتنعرف في اي حته في 19000. دوس على الاعجاب لازم انت شايف السلال الحلوه دي قدامك في النتايات مش عند اي حد ان شاء الله. قسما بالله عند اي حد ب 19 وب 18. جاب معلم حسام. ما شاء الله على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. العج ده عامل 14150 يا ابو عمر. 14150 يا جماعه. عج براون ماشي بانتصارات اصلا. براون سويسرا يا جماعه زي ما انتم شايفين. معانا خليط براون برضو. معانا اللي انتوا عايزينه كله والمكان ان شاء الله المنوفيه جوسنا قريه عرب ابو ذكري معانا هولشتاين برضو معانا حاجه سلاله عاليه المكان ان شاء الله المنوفيه جوسنا قريه عرب ابو ذكري الحاج حسن ابو الحاج هتقول لي احنا مش هنعمل معانا حسام الناس كلها على راسنا من فوق يا ابو عمر والناس كلها اللي بتشاهدنا اللي بتتابعنا على راسنا من فوق بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبمناسبه دخول رمضان علينا كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعلها سنه خضراء عليكم وعلينا وعلى امه لا اله الا الله كلهم. شكرا لكم على السلامه وشكرا لكم على حسن استماعكم معانا وانتظرونا في اقوى عروض والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.